لدي هنا واقول لك باختصار بسيط، الشعب الجزائري لا يعرف من يحكمه. تدري من يحكم الشعب الجزائري؟ رجل يسمى، وهذا هو الرجل الجنرال الاكبر في الداخل، محمد مدين المدعو التوفيق. واتمنى على المخرج ان يقدم هذه الصور. الجزائريين لا يعرفونه، هذا الذي يوجد على اليسار هذا هو محمد توفيق، لا يعرفه 99.99% من الجزائريين لانه مختفي. هذا الرجل هو الذي يحرك كل شيء، هو والذي بجانبه هو العربي بالخير. هؤلاء هم الذين يحركون كل شيء داخل الجزائر، طبعا مع جملة من الجنرالات الآخرين. لدينا هنا محمد العماري قائد الأركان، ومحمد تواتي، وأربعة آخرون هم أيضا من كبار المجرمين الذين ساهموا في تدمير الجزائر حقيقة. نحن نقدم بأدلة ونقول بوثائق، لا نقدم كلاما هكذا. سيدي، الجزائر يمكن أن تصل إلى بر الأمان إذا أخذ بوتفليقة ما أعطي له هذه المرة، ما أعطاه الشعب الجزائري، إذا كان بالفعل انتخب من طرف الشعب الجزائري، إذا أخذ هذا التوكيل وهذا التفويض من الشعب الجزائري ليقول كفى عبثا بالجزائر.